ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ليلى, how are you? This is our plan inshallah for this month. We'll continue memorizing جزء عام inshallah and we'll start this month inshallah سورة البلد. Let's read it. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. اوكي, والمراد ان شاء الله سورة البلد في الآية 12 ان شاء الله. This is our plan. See you ان شاء الله next Saturday. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله.